الرسالة الثالثة الواردة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكين السادة أعضاء مجلس الأمة من تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس. تجاوبنا مع الرسالة حتى قبل لا تصل في مكتب المجلس، وافقنا ويوم الخميس أخبركم، ولكن أيضا سأتلو أو أوزع عليكم الرسالة اللي أرسلتها أنا إلى الحكومة طالبا تخصيص غرفة. بداية أجدد لكم باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة الإعراب عن بالغ الامتنان والتقدير والعرفان لكل الطواقم والقطاعات الطبية والتمريضية على جهودهم المتواصلة والاستثنائية في مواجهة تداعيات وباء كورونا وما يلاقيه الجهاز الطبي والتمريضي والأجهزة المساندة من تحديات ومخاطر. وانطلاقا من حقيقة الدور المهم للسلطة التشريعية كضلع أساسي ضمن المعادلة الدستورية والسياسية في البلاد، وبناء على الدور المحوري والمهم للنائب في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، واستنادا على أهمية وجوده في مرافق مجلس الأمة وعلى رأسها قاعة عبد الله السالم للإطلاع بعمله النيابي نقاشا وتصويتا، واستنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته التي تخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء باتخاذ أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية لمكافحة الوباء، أتقدم إلى معاليكم بطلب بالموافقة على تخصيص غرفة عزل بقاعة عبد الله السالم لكي يتواجد بها النائب المصاب بفيروس كورونا بحيث يمكنه ممارسة دوره النيابي في القاعة كباقي زملائه، وعليه يرجى التكرم بالإجابة على هذا الطلب في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى لنا اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتقنية لتخصيص غرفة العزل المذكورة، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام تم استلامه من قبل الوزارة يوم الأحد الموافق 16/1/2022. وعدنا الأخ الوزير إن شاء الله بالرد خلال هاليومين. احنا أرسلنا لك الكتاب وزير الصحة وإن شاء الله بنتظر إجابتك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرئيس، استلمنا الكتاب ووجهت الكتاب إلى الإدارة الفنية المعنية بتدارس هذا الموضوع، وهم بصدد إعداد الرد، ووعدوني إن شاء الله بنهاية اليوم راح يوصلني الرد الفني على التعامل مع الإصابات عموما داخل مبنى مجلس الأمة إن شاء الله الموقر. أرجو أن لا يتأخر الرد يعني دكتور، توعدتوني أن اليوم أو بالكثير باشر يكون واصلنا على آخر اليوم إن شاء الله. ماشي.